تقدر ده احنا كل المحبين بتوعنا في كل مكان في العالم. المحبين العرب لقيت برضو الناس كلها عايزه تخش وعايزه تساعد، ثقه منها الاهلي وعظمته، وثقه منها ان اللي بيتقال من اداره الاهلي والفكر اللي اتقال من اداره الاهلي هيجلب عليهم، هم عايزين يساعدوا كمحبين وهيجلب عليهم كمان الماده والاستثمار لو دخلوا كمستثمرين. ده خلي بالكم كل دي افكارنا احنا. علشان كده نبتدي الامارات العربيه المتحده احد الشيوخ من الامارات الشقيقه، محب جدا للنادي وراجل كبير في السن، ومن ايام الله يرحمه صلاح سليم، كابتن صلاح سليم، ومع كابتن حسن حمدي، ومعايا علاقتنا من سنه يعني 70 ولا 71 ولا 72 في تلاحم. والراجل بيدعم من غير ما يتكلم، من غير ما يقول. عشان كده كويس انا كنت في يوم ماتش السوبر في العين في الامارات، حضرت الماتش، تليفون من الشيخ قال لي يا كابتن عايز اشوفك شويه، ما تعالى نتغدى سوا. كنا مختلفين بعض مجلس الاداره، ناس هتسافر من ابو ظبي وناس هتسافر من دبي، فانا قلت له انا نازل على دبي، انا هركب من دبي. فرحت اتغديت معاه، وبعدين العشاء جه اعضاء مجلس الاداره استضافنا برضو على العشاء في مجموعه من اعضاء مجلس الاداره، وانا معاه في الغداء كابتن محمود انا عايز اساعد باي حاجه، وزي طبيعتي محدش يقول اللي انت عايزه ايه، قلت له انا مش عايز حاجه، احنا لو احتاجنا حاجه شيخ انا متحافظ هو علي نقول اسمه يعني انا هطلب، لان انا مش بطلب لنفسي، انا بطلب للنادي الاهلي لو حصل واحنا يعني عايزين حاجه. نزلت مصر تاني يوم الصبح، بعديها بيوم واحد حول مليون دولار للنادي الاهلي لوحده كده، وطلب كلمته اشكره قال لي اسمي ما يذكرش وصورتي ما تطلعش. خلاص يا طبعا ده عهد بيننا ومن بعض. المليون دولار دخلوا حساب النادي، بس قلت له لازم عشان مجلس الاداره، عشان احنا في بلد لازم كل حاجه فيها تقيد، كل حاجه تتايد، احنا في بلد لازم اقول اسمك في مجلس الاداره. لان مين اتبرع؟ قال لي خليه على مجلس الاداره فقط. كويس، قلت له مجلس الاداره والجهه الاداريه خليه على مجلس الاداره فقط، وحطيناه فعلا اسمه مجلس الاداره باليوم اللي اتبرع فيه بالتاريخ اللي اتبرع فيه. واحد تاني الاستاذ عمار السني امام، سوداني مصري، سوداني مصري اهلاوي فظيع، جه برضو عايز يساهم. كويس، قلت له برضو عمار نفس الكلام، لو احتجت حاجه هنقول لك، لو احتجنا حاجه هنقول لك. فعمار جه كام يوم وتبرع، انا عارف ان في مؤتمر او مش مؤتمر، انا ما سموش مؤتمر، خلي بالك ده مش مؤتمر، ده لقاء مع اعضاء نادي ومع السادة الاعلاميين، لقاء وليس مؤتمر. قال لي انا عايز اتبرع بمليون جنيه. عمار شكرا، شوف عايز توجهه ازاي. عمار حط المليون جنيه، قال منه الحفلة دي او اللقاء ده على حسابه بالكامل، يعني النادي الاهلي مش متكلف ولا مليم في اللي احنا فيه ده دلوقتي، ولا مليم. والحاجة التانية بقية المبلغ يتحط في خزينة النادي. ده برضو محب. نيجي برضو لأحد المحبين التانيين. المحب آخر تركي آل الشيخ، من قبل الانتخابات، والراجل الحقيقه مساند وداعم، واللي انت عايزه يا كابتن برضه نفس الكلام، احنا مش عايزين حاجه، لما ان شاء الله نوصل ويكون عندنا حاجه نحتاجك هنقول لك. هنا محب، دور المحب لبلده، لمصر طبعا، بلده الاول السعوديه ولمصر كويس وللنادي الاهلي، محب جدا. وانا شفت دوت حسيته راجل محب لمصر جدا ومحب للنادي الاهلي جدا جدا جدا. الحقيقه في خلال الثلاث شهور اللي فات انا اتكلمت على شويه موارد، لكن التمويل النقدي سيوله اللي هو حطها جوه النادي، ثم مساعدته في اعارات اللاعبين وتطبيل او يعني الرقم اللي راح باللاعبين زاد الضعف عن طريقه، لازم الناس تاخد حقها،
ثم تسهيل بعض المباريات الودية اللي دخلت النادي ما يقرب من حوالي 800,000 دولار برضو غير النادي بيطلبه، غير النادي يعني انا بطلب الحقيقه بنطلب احنا دلوقتي 200,000 دولار او 300,000 دولار حسب البلد. احنا لعبنا ماتشين خدنا واحد فيهم 350 وخدنا واحد فيهم خدنا واحد 350 وخدنا الثاني في نص مليون دولار بس عن طريق تركي آل الشيخ. لازم الناس دي نذكرها، ما ينفعش. الحقيقه بقى كمان اللي تتقال في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا دولت، يعني دعم غير مسبوق في تاريخ النادي الاهلي خلال الثلاث اشهر، غير مسبوق في تاريخ النادي الاهلي. لازم عشان كده انا بتقدم له بالشكر وبشكره جدا لحبه للنادي الاهلي. دولة تشق المحبين، طب ماذا بقى عن المستثمرين؟ ما لم يكون عقليات النادي الاهلي برجاله